السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير يا رب وبصحه. النهارده بقى فيديو جديد، حبيت ان انا اظهر واتكلم معاكم عشان خاطر الرجيم الجديد اللي ان شاء الله هنمشي عليه من اول يوم السبت. عايزاكم بقى كلكم تتشجعوا ان شاء الله من اول يوم السبت، كلنا نشد حيلنا ان احنا نبدا مع بعض من اول يوم السبت. يعني انت قدامك النهارده الخميس والجمعه بكره ان شاء الله، عايزه تلخبطي، عايزه تاكلي حاجه نفسك فيها، عايزه تعملي كل ده، اعمليه النهارده وبكره. بس برده ما تكتروش قوي برده عشان خاطر ما يبقاش فيه زياده كتير. وان شاء الله باذن الله يعني من يوم السبت هنبدا كلنا مع بعض، وانا هبدا في النظام ده هنزل لكم اليوميات بتاعته. هو النظام يعني قعدت يعني ابحث فيه كتير وكده، فلقيته هيبقى مناسب وحلو لمعظم الناس. يعني هو هيكون رجيم التمر واللبن الصبح في الفطار وفي العشاء وفي الغداء وجبه متكامله. يعني يعتبر ان احنا هناخده زي الجيم اللي هو الوجبه الواحده، بس احنا هناخد كمان فوائد التمر في الصبح وبالليل. تمام، تقدري طبعا كلنا الصبح بناخده الشاي بلبن، النسكافيه، القهوه، ايا كان، وتاخدي جنبيه التمر، وبعدها الغداء وهكذا. انا هحكي لكم بالتفصيل يعني، بس كلنا عايزاكم كلكم بقى تشدوا حيلكم وتوزنوا نفسكم من اول يوم السبت باذن الله تعالى. الصبح توزنوا نفسكم وتكتبوا كده في ورقه الوزن، وان شاء الله كل سبت هنوزن مع بعض. وصلنا لايه، خسينا، عملنا ايه، كل الكلام ده ان شاء الله. ففرصه بقى قدامكم النهارده وبكره، لو نفسك في حاجه تلخبطي الكلام ده كله اعمليه زي ما قلت لكم النهارده وبكره. طيب عايزاكي تعملي حاجه كمان، ان انتي تطلعي بلوزه كده عندك ضيقه عليكي مش داخله فيكي، تطلعيها وتعلقيها كده قدامك من اول ما تبداي الدايت ان شاء الله من اول يوم السبت. والبلوزه دي تعلقيها قدامك، ايا كان بلوزه، بجامة، اي حاجه انتي حباها، بس ما بقتش بتدخل فيكي مثلا، وتحطيها قدامك. ان انتي هدفك ان انتي تخلي البلوزه دي ان هي تيجي عليكي. تمام، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني كلنا مستفيد هنا واقفه على الكاميرا. ان شاء الله تعالى باذن الله توصلي لهدفك وتلبسيها وتبقى كمان واسعه عليك. دي حاجه عايزاها تعملوها عشان باذن الله تعالى هتشجعكم كتير جدا جدا. هقول لكم بقى دلوقتي النظام بتاعنا هيكون عباره عن ايه. هاتي بقى ورقه وقلم ويلا بينا نبدا. طيب يا بنات تعالوا بقى نشوف النظام بتاعنا هيكون عباره عن ايه. هو سهل جدا، مفيش اي حاجه. كل اللي انت هتحتاجيه ان انت يكون بس عندك تمر اللي هو الطري. لو انت ما عندكيش منه مثلا وباقي عندك تمر من اللي هو بتاع رمضان الناشف شويه، تقدري مثلا تنقعيه شويه في شويه ميه دافيين، هيبقى معاكي بعدها يطرى شويه تقدري تاكلي منه. بتحبي تاكليه ناشف عادي برده مفيش مشكله، بس انا بقول يعني للناس اللي بتحب التمر طري بس عندها بتاع رمضان. طيب كل اللي احنا هنعمله ايه الصبح، هتشربي طبعا كوبايه ميه عليها معلقه عسل وعصره ليمونه او معلقه خل التفاح. المعده فيها حاجه يبقى هنلغي الليمون وهنلغي خل التفاح خالص معانا. طيب بعد ما تشربي بعدها كده حوالي مثلا 10 دقائق هتاخدي كوبايه النسكافيه بتاعتك باللبن خالي الدسم وسكر دايت. ما عندكيش مثلا بتحبيش النسكافيه ممكن تشربي قهوه او شاي حسب يعني انت متعوده تشربي ايه. تقدري برضو اللبن تجيبي السايب تشيلي منه القشطه تحطيه في التلاجه تشيلي منه القشطه وتخففيه بشويه ميه، هيبقى برضو معانا خفيف شويه. ده انا ساعات بعمله لما مش بيكون عندي اللبن اللي هو خالي الدسم. بعد لما نخلص كوبايه النسكافيه بتاعتك تقدري بقى تاخدي التمر معاكي من 7 لـ11 تمرايه، 7 لـ11 تمرايه يكون يعني العدد فردي، هو ده العدد اللي متاح معانا في الفطار. وجبه الفطار دي زي العشاء بالظبط، بس ممكن انت في العشاء تبدلي مكان الشاي بلبن او النسكافيه تاخدي مكانها علبه زبادي لو انت يعني عايزه تبدلي بالليل، او الصبح برده كمان على فكره ممكن تاخدي زبادي بدل المشروب، يعني ده او ده عادي متاح. فدي وجبه الفطار ودي وجبه العشاء، الاثنين زي بعض. طيب بالنسبه بقى للوجبه اللي هي الاساسيه اللي هي في الغداء دي، هتكون طبق بقى كده مكون بقى من خضار، بروتين، نشويات، خضار مشوي، خضار ني في ني، اللي انت عايزاه، سلطه، اللي انت بتحبيه اعمليه، بس على قد ما تقدروا قللوا الدهون خالص يا بنات. البروتين قطعه لحمه، تونه، سمك، اللي انت برده حباه خديه في البروتين. والنشويات معاكي فريك، مكرونه، رز، اي حاجه انت بتحبيها من النشويات دي هتاخدي 7 معالق بس. انا الفتره دي ممكن اخد فريك عشان الفريك مش بيعلي سكر الدم، فانا هخلي في النشويات بتاعتي هاخد معاهم الفريك.
انت حابه تاخدي فريك، حابه تاخدي مكرونه، رز، اللي يعجبك. بس زي ما قلت لكم حاولوا تقللوا الدهون، ويبقوا 7 معالق من النشويات بس. ده بالنسبه للثلاث وجبات. طيب في السناكس، لو انت جوعتي بعد مثلا بعد الفطار بساعتين ولا حاجه من مجهود البيت او كده، زي ما انا حالاتي يعني من الترويق والعيال وكده، تقدري تاخدي ثمره فاكهه عادي جدا، او كوبايه قهوه بسكر دايت طبعا، ومعاه تمرتين تمام، او 3 تمرات او تمريه واحده. يعني خلوا دايما التمر يكون عدده العدد بتاعه فردي. جيت تيجي مثلا بعد العشاء، طيب منين كمان بعد الغدا سناكس كمان، ليكي سناكس كمان، تقدري تاخدي فيه برضو ثمره فاكهه او برضو قهوه مثلا وتمرايه مثلا ولا حاجه. لو انت بقى مش عايزه تاخدي الحاجات دي في السناكس، تقدري تاخدي علبه زبادي لايت عليها معلقه جنين القمح، بتبقى وجبه هايله وبروتين وبتبقى تحفه جدا. دي مسموحه لينا كده مثلا مرتين في الاسبوع، السناكس ده اللي هو بين الوجبات، علبه زبادي كده لايت وعليها معلقتين اللي هو جنين القمح، بتبقى حلوه جدا وبتشبع، وممكن عليهم معلقه قرفه او سكر دايت. عايز اقول لكم النظام ده سهل جدا، بس والله والله يا بنات بيجيب نتيجه رهيبه. كل بقى اللي انا عايزاه منكم كمان ايه تاني، عايزاكم بقى ان شاء الله ان انتم من يوم السبت تبداوا توزنوا نفسكم ان شاء الله. واللي عايز بقى نفسه في حاجه النهارده خميس في الجمعه، ياخد ياكل اللي هو عايزه يعني. بصوا عشان ان شاء الله بقى بجد ننتظم بقى مع بعض، وكل اللي مش قادر يقدر ويكمل معانا، وان شاء الله بجد والله باذن الله، يعني باذن الله ادعوا لي ان انا انتظم معاكم في الفيديوهات، وهنزل يوميات النظام ده ان شاء الله معاكم من اول يوم السبت، عشان خاطر اشجعكم باذن الله اكتر واكتر. فشدوا بقى حيلكم ان شاء الله، وان شاء الله كلنا هنخس باذن الله. وتاني حاجه عايزه اطلبها منكم، ان انتوا تطلعوا مثلا بلوزه عندكم او بيجامه او اي حاجه ضاقت عليكم، تحطوها كده قدامكم، ان انتوا يعني بعد مثلا شهر ولا حاجه باذن الله هتدخل فيكي، وهتبقى كمان واسعه عليكي ان شاء الله. بس انتوا اعملوا الموضوع ده، عشان ده بيكون هدف، ان انت مثلا البلوزه دي ضاقت عليا، لا انا هخليها قدامي، ان انا لازم اخليها البسها تاني وتبقى واسعه كمان عليا. فدي حاجه انا كمان عايزاكم تعملوها كنوع من التشجيع، يعني ان انتوا تكملوا وتستمروا، وانا ان شاء الله هعمل برده معاكم كده. فشدوا بقى حيلكم يا بنات، واستنوا بقى الفيديوهات ان شاء الله بتاعه اليوم الايام الجايه. وقبل ما اقفل معاكم، صورت لكم كده تغيير بسيط يعني مع الفيديو ده في البيت عندي، للناس برده اللي بتحب الروتينات والكلام ده. فانا غيرت لكم، عملت كده حاجات بسيطه في البيت، بس عملت حاجات بافكار ممكن افيدكم بيها يعني، فحبيت برضو ان انا احطها في الفيديو، ان انت تقدري تستفادي بيها، حاجه تغيري بيها في البيت مثلا، بزهقتي او بتملي زي انا بمل بسرعه جدا. فعملت كده برضو الفيديو ده، صورته قلت برضو افيدكم، وانا نزلته على الانستجرام على فكره، والحمد لله الحمد لله يعني جاب صدى كويس، الناس عجبهم والافكار عجبتهم، وقالوا لي كتري من الافكار، اللي هو مثلا عندك حاجه في البيت هتترمى وتقدري تعمليها وكل الكلام ده. فان شاء الله ده هنزله لكم برده في الفيديو دلوقتي. بس كده يا بنات، استنوني بقى ان شاء الله من اول يوم السبت هنبدا مع بعض صفحه جديده. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله على خير، وباي باي. بصوا بقى هنا، كنت طبعا الفرش اللي محطوط على الركنه، بصوا مبقع ازاي من سمسمة عمار، بياكلوا مثلا اي حاجه بيمسحوا، ما بشوفهمش ساعات، فكانت متبهدله خالص، فهي مش بيبان فيها قوي عشان هي غامقه، بس طبعا من قريب باين جدا، فكانت شكلها صعب قوي بصراحه. فانا هشيل بقى كل الفرش ده تمام، وهغسله في الغساله، ولما ان شاء الله ينشف ويخلص هوريها لكم برده لما تخلص. يعني هنا بقى كنت خلصت شلت الفرش، عايزه اقول لكم بقى حاجه، بصوا انا الركنه دي اتضحك عليا فيها، بصوا لابعد الحدود، كانت وحشه جدا جدا وسيئه، والخامات بتاعتها وحشه، ورغم عن انها غاليه مش رخيصه والله، بس انا قلت يعني اللي اشتريته منه حسبي الله ونعم الوكيل، قلت له في وشه بصراحه، لاني كانت وحشه قوي مش عاجباني اساسا، وخشبها وحش طلع ساعتها، كنا مستعجلين فجت لنا كده ما اتكيسه، وجبناها على طول على البيت، فالحمد لله يعني. هسيبكم بقى شوفوا بقى خلصت عملت ايه.
ايه رايكم بقى بعد ما خلصت الترويق والتنظيف وكده؟ عايز اقول لكم الحمد لله الحمد لله يا رب. حسيت براحه نفسيه بعد ما خلصت وفرشت ونظافه كده. فبجد موضوع ان انتي تجددي ده بيجدد الطاقه النفسيه. انا عن نفسي بيحصل معايا كده. فحاولوا ان انتوا بنات بقلل الامكانيات، مش لازم يعني تكلفي نفسك وكده، ولا يعني بقلل الامكانيات وانتوا هتشوفوا ده بنفسكم. انا عملت الكوشنز دي ازاي، حتى كمان غيرت لون البرواز اللي كان احمر حطيته اصفر من نفس قماشة الكوشنز برضو. فالتجديد والتغيير بصراحة بيغير النفسية، حتى لو نفسيتنا تعبانة. فانا دايما الحمد لله ايدي على طول في البيت عشان بحس ان ده بيغير لي نفسيتي يعني. فبس كده قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، عجبكم التغيير ولا هو تغيير بسيط يعني، بس يعني من الوقت للتاني بحب كده اغير. تعالوا بقى نشوف عملت الكوشنز ده ازاي، وهسيبكم بقى مع الفيديو. بصوا يا بنات، حبيت اوريكم يعني او فكره يعني بسيطه تقدروا تعملوها. المخدات اللي انا بحطها على الركنه، بصوا اولا المخدات دي انا مش بشتريها، انا بعملها من ايه، لو عندي كيس مخده، لو عندي قماشه زياده بقصها على شكل المخده كده زي ما انتم شايفين. طيب النقط السوداء دي ازاي عاملاها؟ عاملاها بقلم فلوماستر، والله عاملاها بقلم فلوماستر. بتتغسل، بتتغسل في الغساله، ممكن يروح اللون يروح شويه، تيجي انت بقى لما اسمه ايه ده، لما تيجي تخلص يعني تيجي تفرشيها تزودي عليها القلم فلوماستر على نفس الرسمه، مش بتروح نهائي، فاهمين قصدي؟ لا بتبقى فيها الرسمه بس اللون خف شويه. طبعا ده حل لو احنا عايزين نغير ونجدد في المخدات يعني بتاعت البيت وكده، بس طبعا مش سامح ان احنا نشتري كوشن، والكوشن زي ما انتم عارفين بيبيعوها غاليه وبيستعبطوا في سعرها بصراحه. فلا انت تقدري تعمليها في البيت سهله جدا والله. يعني انا بصوا دي مخده بيضة عاديه خالص، مش اي حاجه، ورسمت عليها الرسمه دي، اي رسمه بقى، اي كتابه، اللي انت حباه اعمليه. طيب بالنسبه لبقى دول البيض اللي انا حطاهم. طب بالنسبه لبقى المخده الصفراء، المخدات الصفراء اللي حطاها جديده، ده كيس مخده. بصوا قبل ما اعمله اهو، حبيت اوريه لكم برده، ده كيس مخده عادي جدا زياده كان عندي اهو، ارفعه برده من على الارض اوريه لكم اهو، كيس مخده عادي خالص عندي زياده، لقيت فيه اتنين، وانا بحط مخده واحده بس على السرير بتاع اوضه النوم، مش بحط مخدتين، هي مخده واحده. فانا بستعمل كيس مخده واحد والطقم بيجي معاه اتنين، فانا مش بعوز التاني بيتركن، فبعمله. فقلت خلاص انا هستغل اللون الاصفر اجدد بيه واعمله. فانت اهو كيس المخده، بتقصي بقى الشكل مثلا الحجم اللي انت عايزاه، وبتحشي فايبر. ولو ما عندكيش فايبر، كيس الفايبر رخيص مش غالي يعني، الكيس كبير ب25، فلو جبتيه هتعملي منه كذا كوشن يعني هيكون عندك. يا رب تكون الفكره عجبتكم يعني وفدتكم بحاجه بسيطه، بس هو ده اللي انا بعمله والله. بحاول انا اجدد وفي نفس الوقت ما غرمش جوزي، يعني اللي هو ايه، اجدد في البيت بس حاجات من البيت يعني. في نفس الوقت لان انا شخصيه من اللي هي بتمل بسرعه يعني، محمد بيعاني مني الموضوع ده، بمل بسرعه وبغير حاجات في ممكن اسبوع تلاقوني زهقت من ان انا عايز اغير واجدد والكلام ده كله. فبحاول بقى ايه، احاول ان انا اجدد حاجات بسيطه تحسسني ان في روح في حاجه اتغيرت، في روح كده جددت، فاهمين قصدي؟ فبس كده هحشيهم بقى الاول، طبعا بكويهم وهحشيهم، وهوريكم بقى الغرفه لما تخلص يعني. قبل ما اقفل حبيت ان انا اقول لكم برده، اوريكم شكل القلم اللي انا بستخدمه. هو ده القلم، قلم عادي، هو في الماستر بس اللي هو التخين شويه ده. تقدري تستخدمي في الماستر العادي على فكره، مش لازم ده يعني، اللي هو الالوان العادي. وده القلم الجاف عادي، قال لي اي قلم جاف ترسمي الاول بيه، تحددي يعني رسمه بيه، وعشان لما تيجي تغسلي ومثلا اللون في الماستر راح شويه، اللي مكتوب بالجاف مش بيروح خالص، تمام. وبعد كده بتحددي بقى بالقلم الفلوماستر اللي انا وريته لكم اللي خديته ده. فبس كده الطريقه سهله وحلوه وما تقلقوش خالص، وبتدي شكل بصوا تحفه، بتغير خالص شكل المخدات. فجربوه بقى، ولو حد جربه هيعمله يبعت لي بقى على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت. وما تنسوش تشاركوا الفيديوهات يا بنات على قد ما تقدروا، وبس كده. هنا بقى خلاص، بصوا خلاص كده اهو، بيكون بقى شكل الكوشنز كده عندك زي ما انا وريتكم بالظبط، وطريقه الرسم والكلام ده كله. تقدري تطبعي، تعملي اللي انت عايزاه، وتختاري الرسمه اللي انت عايزاها، تكتبي كلمه، تعملي اي اسامي ولادك اللي انت عايزاه. بس كده، فغيروا بقى زي ما قلت لكم، جددوا عشان النفسيه حتى تبقى متجدده كده، والبيت يبقى دايما نظيف. وبس كده، وقولوا لي بقى في الكومنتات عجبكم الفيديو بتاع النهارده ولا لا. وعايزكم بقى تشد حيلكم بقى، ان شاء الله من يوم السبت يا بنات هنبدا صفحه جديده، ونوزنوا من اول يوم السبت. ولو نفسك في حاجه كليها بقى النهارده،
وان شاء الله باذن الله كلنا نخس ان شاء الله، عشان بجد والله الرشاقه دي بتفرق في النفسيه بص بدرجه بنت لذينه يعني. فان شاء الله كلنا نخس يا رب. وما تنسوش بقى حاجه مهمه بقى، تشيروا الفيديو واللايك والشير يا بنات، اوعوا تنسوا اللايك عشان بيرفع الفيديوهات، وزي ما انتوا عايزين القناه تكبر ان شاء الله هتكبر بيكم، فانتوا بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس وتضغطوا على كلمه كل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، واشوفكم بقى ان شاء الله على خير يوم السبت باذن الله في فيديو جديد، وتصبحوا على الف خير يا احلى متابعين واحلى اخوات. باي باي.